البداية من طرفاية، وفي إطار تعزيز البنيات التحتية وتجهيزها، تم أمس إعطاء انطلاقة توسيع وتثنية الطريق الوطني رقم 1 الرابطة بين مركز أخف النير ومنطقة خنيفيس على طول 35 كيلومترا، وكذلك مقطع آخر يربط الطاح بطرفاية. التفاصيل في روبورتاج الحسن هبان ويوسف ويشو. مقاطع طرقية متعددة لا تزال تهدد سلامة مستعملي طريق الجنوب بفعل ضيقها والحفر المنتشرة على حافتها الحادة. سائق الشاحنات يسكنهم الأمل بإصلاح هذا الشريان الحيوي في أقرب وقت. الطريق كاملة ضيقة شوية، وكاملة في الكوطمة، وكاملة محفرة شوية، وفي السوكوس، وخاصة تصوب شوية مزيان، وحنا ديما فيها خاصة تصوب مزيان. من سبخ التازة إلى العيون مكرفسة شوية، في السكوس وضيقة وفي الكوطمة عالية، ونتمنى من الله يكون إن شاء الله خير. أشغال تثنية مقطع مركز الطاح وأخف النير أعطيت انطلاقتهما أمس على طول 25 كيلومترا و35 كيلومترا في أفق توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 1 بأكملها. هاد المقاطع الطرقية أو المسارات الطرقية هي مهمة، سواء هي اللي كتمشي إقليمية أو جهوية ولا وطنية، وبالتالي احنا طلقنا الآن واحد دراسة مهمة اللي كتمشي من قلميم حتى الحدود القرقارات، دراسة باش نشوفوا شحال الكلفة ديال توسيع هذا المقطع لأنه مهم. توسيع وتقوية هذه الطريق سيؤثر إيجابا على مردودها الاقتصادية، سيما وأنها الجسر الذي يربط المغرب بعمقه الإفريقي.